بعدنا عن اللي صار. بالإضافة إلى ذلك عند اللاعبين موجودين على الأطراف في الأجنحة يلعبون بشكل جدا ممتاز، سواء كان بالاختراق في العمق. هاي اللي الدم اللي طلع من لاعبين من سعد ناطر كله من أجل شهداء العراق، من أجل العراقيين اللي مثلون بداخل العراق. الحمد لله والشكر قدرنا نفرح هاي الناس البسطاء وثقوا واعتقدوا مثل ما جاي تمثلوننا في العراق وجاي ترفعون اسمنا وتخلون صورنا في ساحة التحرير. احنا ان شاء الله ننزف دم هنا في سبيل نمثلكم لان كلتنا عراق واحد، وارجو انه هذا الكلام ما تقطع لانه قناة الكاس مش وين ابن الرمادي يفزع لنا، وين ابن الرمادي يفزع لنا، ومن وقته تخربط مو فزعنا. انا باسمي وباسم العراقيين عامة وباسم محافظة الانبار خاصة احب اقدم واهدى هذا الفوز للمرأة العراقية البطلة الشريفة اللي من محافظة الناصرية اللي ناشدت اهالي الرمادي انه يوقفون معاهم. انا بدوري كلاعب وكرياضي احب ان اوقف معاك يا ام العزيزة من ارض الملعب ومن اضر من ارض الدوحة. كفو منك من الرمادي. كل احنا ان شاء الله ولدك. لا حد يرمي. مبروك لشعبنا. لا حد يرمي. ألف مبروك فوز منتخبنا. رحم الوالديكم. لا حد يرمي. مبروك لشعبنا. لا حد يرمي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك جمهور العراق والشعب العراقي. نتمنى من جمهورنا وشعبنا، كل تعرف إنه جمهورنا محتاج الفرحة. نتمنى من شعبنا وناسنا الطيبين لا حد يرمي. احنا بمحنة وان شاء الله ان نحقق لكم فشي يرضيكم. رجاء لا حد يرضي. سعود الذهب الحمد لله سلامتك، ما نشوف شر ان شاء الله. يا بيقولون ما راح تلعب بطولة الخليج. يلعب ان شاء الله. احنا نريد نقول الفدائي جاهز وان شاء الله لعبة واحدة بس مال اليمن ووراها ان شاء الله يكون جاهز 100% لان هو فدائي. جاهز ان شاء الله الفدائي. جاهز الفدائي جاهز؟ جاهز ان شاء الله. ان شاء الله ما اشوف شر حبيبي. يلا ان شاء الله جاهز الفدائي. جاهز ولا يا بس كل يوميه قاعد ابو سعود المقاتل حبيبي ما عنده غير العافيه يا رب. الله يعافيك. الله جاهز ان شاء الله. ايش هاي الفدائي حبيبي؟ لعبه واحده ان شاء الله. لعبه واحده فدائي بعد. انا بطالع ان شاء الله. ان شاء الله وراها موجود سهله ان شاء الله.